اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. السجق متحدد اقامته يا اما طاجن يا اما بناكله سندوتشات، والباميه اللطيفه باللحمه الضاني لا تتنازل عن اللحمه الضاني. فايه رايكم نعمل النهارده طاجن الباميه بالسجق والسجق ضاني؟ ايه رايكم؟ تعالوا شوفوا نعمله ازاي بافكار بسيطه وسهله، ونغير من منظومه الباميه مع اللحمه الضاني. السجق مع اللحمه مع الباميه اكيد هيكون له طعم تاني، ولكن في تريكايه هنشوف الشيف المغازي هيعملها ازاي مع الكزبره الخضراء والكزبره الناشفه الاثنين متحدين في الطاجن. معانا الرز بالشعريه هو عدل الطاجن ده، دايما الباميه والملوخيه يا اما تحب الرز بالابيض او رز ابيض يعني او رز بالشعريه، هنعمله مع بعض النهارده بطريقه سهله وبسيطه. جاي بقى على بالي النهارده الفواكه حلوه جدا دلوقتي، وشايف الكمثرى وعندنا جوافه وعندنا عنب، فتعالوا مع بعض نعمل فطيره الفواكه بالجنزبيل والمكسرات. فطيره قيمتها الغذائيه عاليه جدا، وهنعملها بالعسل، لها تركايه برضو وازاي نقدر ان احنا نستغل وجود الفواكه نقدر ان احنا نغير من طعمها مع فطيره حلوه او نعملها بكومبنتو زي ما احنا عايزين. تفاصيل في الحلقه النهارده بسيطه وسهله، ولكن خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف ايه حكايه باميه بالسجق. اول مره اسمع عنها، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هنشوف مع بعض ازاي نعمل طاجن باميه بالسجق البلدي والسجق ضاني، يعني اللحمه المفرومه اللي جوه السجق ضاني. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله، ولكن الجديد ان انا ازاي اعمل الطاجن الباميه بالسجق. معانا باميه طازه للامانه، يعني انا ما كنتش متوقع ان هم يجيبوا باميه طازه. باميه طازه، وانا بحب الباميه اللي بيبقى فيها لونين، لون برتقاني كده او لون احمر مع لون اخضر، الوانها جميله. حلو، تتقمع الباميه، بعد ما تتقمع تتغسل. الباميه ما تتغسلش قبل التقميع، تتقمع تتغسل، تتحط في ميه ساقعه وتتغسل. ومعانا سجق بلدي، ومعانا بصل، ومعانا ثوم، معانا كزبره خضراء وكزبره ناشفه، وزيت زيتون وسمنه. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي ونسيبها على النار، لان معانا فطيره عايزه شويه شغل. فطيره بالفواكه، انا هعمل العجينه مع حضراتكم على الهوا لان دي مطلوبه من خلال السوشيال ميديا، واحنا بنحترم متطلبات السوشيال ميديا. يقولوا لنا يا شيف مغازي ايه الفرق بين فطيره فواكه او فطيره هنعملها مع فواكه وفطيره هنعملها فطيره محشيه مكسرات او فطيره محشيه مشلتت او البيتزا؟ يعني المعجنات وحضراتكم عارفين ان هي لوحدها قصه كده، يعني لازم الواحد يحدد موقف كل عجينه. تعالوا نشتغل مع بعض في الباميه. حل على النار شديده الحراره، بنحط فيها معلقتين زيت زيتون مع شويه سمنه بلدي. حلو الكلام؟ اه. بتحط ليه يا شيف زبده زيت قبل السمنه او الزبده علشان ما تتحرقش، لان دايما الطاسه بتاعتي بتكون سخنه. حلوه قوي. حط بصلايه حلوه تتحمر بالشكل ده كده، والبصله بتتحمر، بنحط عليها شويه الثوم وشويه البهارات الحلوه. التومه دي غير التومه اللي انا اعمل بيها الطش، اهي زي الفل. الله، والبصله بتتحمر. شوف التركايه بقى، بننزل بالباميه، ما تستنيش عليها لما تحمر، كله بيتحمر مع بعض. اه زي ما انا شغال كده، اه كله ورا بعض. اه لازم الباميه تشرب طعم البصله والتومه. باميه لونها جميل. الويكا يا ويكا، اكرا ويكا، اكرا ويكا. على فكره دي ممكن نعملها سلطه، اذا احنا حابين نعملها سلطه نعملها سلطه. حلو بالشكل ده كده. اه الله، واسيبها كده شوحها على النار مع البصله مع التومه، تاخد الخضار واللون مع رشه ملح جريئه، ملح على الباميه في حاله التحمير خلاها خضراء. هنشوفها دلوقتي مع بعض، واسيبها على النار وانساها شويه. معايا سجق بلدي هقطعه، احمر البصله كده مع التومه
سريع التحمير واسيبها من وقت للتاني. الله، فكرة حلوة دي يا عم الشيخ. والبامية لازم تكون كبيرة عادي، يعني البامية على فكرة البلدي دي طبيعتها بتلاقي واحدة صغيرة واحدة كبيرة بالشكل ده كده، واحدة ملونة واحدة مش ملونة، عكس البامية اللي بتبقى فريزن أو مجمدة بتلاقيها كلها حجم واحد، يا إما صغيرة كلها مقاس واحد يا إما كبيرة. وهي بتتحمر بحط شوية بابريكا عليها كده، بهارات يعني، بابريكا حلوة كده، شوية كمون حلوين، شوية فلفل اسود حلوين. تاكل شوية بامية حكاية حلوة. واسيب التحمير شغال بالشكل ده كده. فكرة انك تعمل بامية بالسجق دي جت ازاي يا شيف مغازي؟ خلينا نستطعم اللحم الضاني اللي موجود في السجق بتاعنا ده كده مع البامية. ادي السجق بتاعنا بلدي اهوت زي الفل، بيتقطع مكعبات، جبناه من عند الجزار حبيبنا. السجق دايما باللون بتاعه ده الحلو ده لازم يكون بيلمع، ده يا اختي ما يتغسلش على فكرة. السجق ده علشان تستفيدي بيه وتعرفي ان هو كويس لازم يبقى باللون الحلو ده كده، ما يتغسلش المية. ده كل القصة بتجيبي منديل وتبليه مية وتبدأ انك انت تشطفيه بالمنديل او بالشاشة. حلو الكلام. تعالوا نقطعه مع بعض. سكينة حامية، ولازم تكون حامية عشان ما يتكسرش مننا. حلو كده. التقطيع قد البامية تقريبا يعني. حلو. نعم يا غالي، نعم يا حبيب قلبي. والله ممكن نعمله سندوتشات عادي يعني. ده هيتحمر في الزيت زي ما هو كده، في زيت غزير. اوعي تنزليه على البامية زي ما هو كده، هيقلب على لحمة مفرومة على طول. ده السجق بتاعنا الحلو، بناخده في كسرولة. الرز بالشعرية بتاعنا ده أساسي للأكلة دي. ناخد السجق ده كده، شفت التقطيعة دي؟ أهو أهو حلو أهو زي ما هو كده. حلو. تقريبا قد ايه يا عم الشيف الكمية؟ يعني لو البامية بالكمية اللي معانا دي تقريبا كيلو بامية، ممكن تحط نص كيلو سجق، ممكن تحط كيلو سجق انت وجيبك يعني، ده المطلوب. حطيت كيلو هيبقى السجق كتير في البامية، حطيت نص كيلو هيبقى السجق قليل في البامية، وهكذا. ولكن انا مع الاعتدال يعني، كيلو البامية ياخد نص كيلو سجق تقريبا. وفرت على نفسك وعملت أكلة فيها اللحم الضاني، فيها قيمة غذائية عالية جدا، ولادك استفادوا بالبروتين اللي موجود فيها، وهي أكلة جديدة محدش عملها لك قبل كده. البامية بتتحمر على النار، ايدي في النظافة على طول اهو. شوف البامية اهي اهي، الله اهي زي ما انا شغال كده اهو، خدت لون مع البصلة ازاي. ايه التركية هنا بقى؟ واحدة واحدة كده مع بعض. انا نزلت بالبصل والثوم مع سمنة بلدي ومعلقة زيت، ما استنيتش عليهم، بس هس على ما رحت جبت البامية من مكانها نزلت بيها واحمر كده مع التوابل. البامية استوت وانا واقف معاكم على النار. حلوة. التقليب المستمر ده كده. ناخد السجق بتاعنا الحلو ده كده في زيت غزير شديد الحرارة، ننزل بالسجق كده واحدة واحدة. ما عنديش قلاية زي بتاعتك يا شيف، اعمل ايه؟ اعيط احط ايدي على خدي؟ لا، زيت في الطاسه اللي بتحمري فيها بطاطس وهتعملي نفس الطريقه، بس دي معانا عشان حضراتكم عارفين احنا ايه في الاستوديو. ده الطبيعي. دي مش عندك، طاسه على النار اللي بتحمري فيها البطاطس كل يوم للاولاد، هتحمري فيها البامية، ممكن مكان تحمير البطاطس كمان. شغالين في التحمير. بامية خدت لون، اعتقد ان هي شربت التوابل مع البصله والتومه اهو. شوحتها تشويحه حلوه لطيفه جميله. انزل بشقشاء ميه عاليه واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، هو ده هو ده. تقليبه تانيه
اعتقد ان الباميه في طريقها للسوى خلاص. اهم حاجه شويه الماء اللي انا حطيتهم دولت خدوا الطعم مكان التحمير والجوس مكان التحمير. عايزه تقلي بقى ويكه هتنضرب في الخلاط، بس انا عايزها صحيحه كده. معانا صوص طماطم لطيف وجميل او طماطم مبشوره، وقلب بقت باميه زي اللي احنا بنسمع عنها وزي اللي احنا عارفينها، ناقصها الهبر. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. سيبها زي ما هي كده على النار، رشه سكر حلوه. طب السكر ليه يا مغازي؟ عشان مشاكل الحموضه اللي موجوده في الطماطم. حلو، فلفل اسود، واغطيها. اوعي تنزلي بالسجق دلوقتي خالص، تغطيها كده. يلا بينا. دي هنعمل لها طشه بالكزبره الخضراء والتومه. لحظه التقديم، اغطيها. يلا بينا. هو ده تمام. اخبار السجق ايه؟ بص عليه بقى. الله، ارفعه من النار. شكرا. حلو، طيب كده احنا خلصنا حاجة مهمة جدا. ايه الصورة الحلوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الدلع ده؟ لا بص على البامية وشوف السجق. انا حاطط الاتنين جنب بعض عشان اعرف انك بتحب الحاجات دي، خلي بالك. بامية بتغلي. لا استوت في طريقها للسوء. شوية بامية حكاية. سيبها على النار تغلي. السجق مش هتنزل بيه خالص دلوقتي. ومعانا السجق بتاعنا متحمر وجاهز. شفت ازاي عامل زي الايه؟ شفت زي مقرمش ازاي وزي الفل؟ مش هينزل خالص دلوقتي. اغطي الباميه بتاعتي واسيبها، لان لينا مكان تاني دلوقتي ولينا كلام معاها بعدين. تعالوا مع بعض نشوف اخبار الباميه ايه. الشيف طول على الباميه. لسه ما خلصتش انا. الله، راح فين صوص الطماطم يا عم الشيف؟ شويه الباميه دول حكايه. باميه استوت. الله، نعمين ست الكل. حطيت معلقه سكر عشان الحموضه. كل اللي انا اعمله دلوقتي الطاسه عندي شديده الحراره دلوقتي. حلو قوي. معانا شويه توم، دي اهم حاجه اللي انا اعمله دلوقتي اهو. الله، توم الكثير ده، توم صوما كثيرا. الله الريحه، الله الريحه. حلو، عينيا. حاضر، خرجنا مش عايز على البوتاجاز هسه. حلو، هنعمل ايه دلوقتي يا عم الشيف؟ لا اظبط الدنيا معايا، الله يوفقك. هناخد الكزبره الناشفه والكزبره الخضراء، الاثنين اتحاد قوي. الله، الله على الريحه الحلوه. لسه ما خلصتش. عصره الليمون المحترمه. يلا بينا، يلا بينا. اوه ده، الله، زي الفل. ونسيبه بغلوة على النار. حلو، اخبار البامية. لسه السجق مش دلوقتي خالص، انا مش عايزك تستعجل على السجق. السجق ده لازم نستطعمه واحنا بناكل البامية، تبقى البامية طرية زي الويكا، والسجق ده بيديني طعم الفستق تحت اسناني. انا عايز اوصل للسورس ده، خلي بالك. تاني، الباميه هتبقى طريه تحت اسناني زي الويكه كده. شفت الطعم ده اهو؟ الباميه خلاص اهي. حلو، اتشربت الطماطم والصوص وجميله زي الفل اهي. فاضل شويه وهرسها كده. بص 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 اهي. شوف الباميه اهي. هرسه كده، نص هرسه كده، تديني قوامها وشخصيتها ودلعها شفت؟ اول ما تبان البذره بتاعتك تعرف ان هي جاهزه، بقت ويكه. شفت؟ هو دي، هي دي، هي دي. الله، ده حصريا طبعا اللي بعمله ده، حصريا وحقوق الطبع لدينا وبس. فينك يا ويكا؟ تحيه كبيره لاهل اسوان، الناس الطيبه، الاقصر، الصعيد الجميل اللي انا بوجه له تحيه كبيره من ماسبيرو. شايفين الباميه والويكا؟ الله عليك يا عم الشيف. استوت. حلو، ناخد الطشه بتاعتي. تعالي يا حلوه، تعالي يا شربات.
زي ما هي كده. العب. هو ده تمام. السجق بتاعنا شفتها في الكتاب دي يا مغازي يا راجل يا طيب. لا كتاب جابها ولا جوجل يجيبها. قال لك السر في الطاسه والمغازي وصل للخلاصه. اه بس خلاص زي ما هي كده. الف هنا وشفا اللي ياكل منها. ارفعها من النار. يلا بينا. حاضر. عينيا عينيا. يلا بينا نغرف دي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده هو ده. اهو اهو اهو. باميه بالسجق البلدي، ويكه بالسجق البلدي. دي عايزه العيش وعايزه الرز بالشعريه. الف انا وشفا. تمام. بص على الباميه، بص على شقاوه الباميه. عينيا. شفت الباميه تحس ان هي ايه، عندها ثقه في قعدتها في الحله، واثقه من نفسها، فيها طعم السجق البلدي، واخده الطشه الشقيه. اه لا، والهرسه اللي انا هرستها لها كده وطلعت مخالبها وبذورها وشقاوتها والطعم المصري بتاع الباميه اللي فيها حكايه. انا معايا ليمون. هو ده اهو. سريعا كده نقطع الليمونه دي شرايح. يلا بينا. اه ليه بقى؟ انا شخصيا بحب اكل الباميه بالليمون، اعصر عليها الليمونه كده وانا باكلها. الله الله. حلو قوي. لا فرق الموضوع على فكره، معاك حق. الليمون مع الباميه اضاف ليها. يلا بينا. الف هنا وشفا. دي طاجن باميه باللحمه الضاني. نشيل كل ده من هنا ونخلي دي نطلع عليها الفطيره عشان عم ايهاب ما يزعلش مني. زي الفل. نشوف الدنيا اخبارها ايه. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه، فيها كلام كتير. اه فيها كلام كتير، وبعترف ان انا بتكلم كتير وان انا بخرج بره الموضوع، عشان احنا في 10 سنين مع بعض ولازم تفهموا مدرسه الشيف المغازي. بشربك وباكلك وبطعمك المطبخ ورباكه المطبخ وفن المطبخ وطهي المطبخ وابداع المطبخ بمعلقه من ذهب، وبسهل لك الموضوع وحبيبك فيه عشان ما تمليش. عندك اولاد في البيت عايزين يشوفوا اللعبه على التلفزيون، عايزين يخشوا على القناه بتاعه الاطفال، كل الكلام ده انا ماليش دعوه بيه. تيجي الساعه 1 الشيف المغازي على القناه الاولى والفضائيه المصريه وبس. رؤيا فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.